السلام عليكم، معكم الأستاذ سعيد العصادي، أستاذ مادة العلوم الفيزيائية بسلك ثانوي التأهيلي. رسالتي موجهة إلى تلاميذي الأعزاء وإلى جميع التلاميذ بصفة عامة. أولا، التزموا منازلكم وتحصنوا بالوقاية الضرورية لتجنب هذا الفيروس. ثانيا، طريقة الاشتغال اليومي داخل المنزل يجب أن تكون فردية، يجب الاستعانة بجميع القنوات اللي وفرتهم الوزارة الوصية، وضع برنامج يومي لتكثيف المراجعة بشكل اللي هو جيد، خصوصا مادة مثلا الفيزياء التي أدرس خص على الأقل واحد 3 سوايع يوميا للاشتغال. نشتغل على الدروس اللي درنا قبل والدروس اللي درنا في بداية الدورة الثانية. الله يوفقكم ويوفقنا جميعا ويرفع البلاء علينا كاملين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.